يعطيكم العافية يا جماعة. في سؤال كمان عم بطرحه كثير، كثير ناس بحبوا انهم يتعلموا البرمجة، وقد يكون هو مش مخلص ثانوية عامة، تمام؟ او قد يكون انه درس تخصص مش من تخصصات الكمبيوتر، ممكن يكون حدا دارس صيدلة او دارس هندسة او مش دارس جامعة اصلا. فهل السؤال، هل البرمجة حكر على طلاب الاي تي اللي هم في الجامعات لازم اروح ادرس تخصص برمجة؟ وهل انه اذا انا كنت مش مخلص ثانوية عامة وابدعت في البرمجة، هل ممكن الشركات تشغلني ولا لا؟ جواب السؤال كالتالي: البرمجة ليست حكرا على احد. اليوم البرمجة اي شخص ممكن يتعلم برمجة. اي شخص ممكن يتعلم برمجة. بغض النظر عن مستواه العلمي، بغض النظر عن ايش هو دارس. اليوم اذا هو حب انه يكون مبرمج وحب هذه الشغلة ممكن يبدع فيها. انا بعرف كثير امثله لناس كانوا مش مخلصين ثانويه عامه وكانوا رواتبهم بالالاف بالاردن. طيب السؤال بيقول لك انه انا طيب ابدعت في البرمجه بس الشركات تشترط شهاده. انا بحكي لك الشهاده بشكل عام الشركات ما بهمها الشهاده. ليش؟ لانه للاسف، وانا بحكي من واقع، 99% من خريجين الاي تي في الاردن بيكونوا ما توجهوا صح انهم كيف يتعلموا البرمجه بالطريقه الصح، فبيطلعوا من الجامعات زي ما دخلوا ما بيعرفوا شيء. والشركات عم بتعاني بدها موظفين. فاليوم انا كشركه بيجيني واحد راس التوجيهي بس مبرمج شاطر، احسن من حدا معاه دكتوراه برمجه بس ما بيعرف يبرمج. بالاخر مين بده يشتغل؟ شهادته. انا راح اجيب شهادته واخليه يبرمج، ولا بدي اجيب الشخص نفسه واخليه يبرمج؟ هلا فالشهاده مش كثير مهمه في موضوع البرمجه تحديدا، يعني هي مش عائق. انا ما بشجعك انك ما تروح تدرس جامعه، ولا بالعكس اذا بتقدر تروح تدرس جامعه وتخلص بكالوريوس وتاخذ شهاده وتكون مبدع بالبرمجه، هذا يعني فرصك بتكون اعلى من اللي معه الشهاده اكيد، تمام؟ لكن اليوم انا ما خلصت ثانويه عامه، طيب اوكي فاين، بتقدر تدرس برمجه وتبدع فيها. والشركات راح تقول لك تعال اشتغل عندنا، ما راح تفرق معها انها معك شهاده ولا ما معك شهاده. فالفكره في الموضوع ان الشهاده مش عائق لك انك تدرس برمجه او ما تدرس برمجه. تخصصك صيدله بس شاطر في البرمجه برضه ما في مشكله، الشركات ما تطلع على هذا الموضوع. موضوع الشهادات في البرمجة ما بهم الشركات الخاصة، بتهم الحكومة. الشهادة فقط بشكل عام، الشهادة هي تستفيد منها إذا بدك تروح تهاجر على كندا بطلب شهادة باي. إذا بدك تروح تدخل تشتغل في دول الخليج تأخذ عيالك معك على دول الخليج بطلبوا منك إنك تكون معك شهادة بس. لكن أنت مثلا في الأردن ممكن تشتغل بالبرمجه وتكون ممتع من غير شهاده وتكون راتبك اعلى من دكتور في الجامعه، مع احترام لكل الدكاتره، تمام؟ فالشهاده مش كثير مهمه في موضوع البرمجه، ما تخليها هي انها هي العائق تبعك. اذا انت بتحب تبرمج وحبيت هاي الشغله بتبدا فيها، ما حدا بيقدر يمنعك على هذا الموضوع. وبتحدى اذا ما بتقدر تشتغل في اي شركه بدك فيها. الشركات بتطلع على الشهادات فقط عشانها شهادات، بتكون مش فاهمين ايش هاي، يكون عندهم اتش ار مش فاهم ايش. اصحاب الشركات بشكل عام بفضلوا اللي بيشتغل، ما بفضلوا شهادة، تمام؟ فانا بشجع انه اي واحد بده يدرس البرمجه بيقدر يتعلم على حاله من النت، من اليوتيوب، من الكتب، ياخذ دوره مقدمه في البرمجه ويكمل لحاله، بيقدر يبدا، ما حدا بيعيقه، بيقدر يشتغل ويطلع رواتب عاليه وينجح بهذا الموضوع. فهذا بالنسبة لأنه شو أهمية الشهادة بالنسبة للبرمجة، أو إنه ضروري أن أكون دارس جامعة عشان أشتغل في مجال البرمجة. لا، البرمجة مش حكر على أي شخص.
واللي حاب تتعلم البرمجه على اصولها زي ما حكيت في عندي فيديو على القناه تبعتي اسمه دليل تعلم البرمجه بالطريقه الصحيحه. تمام؟ برجع بحكي انه اللي بده يتعلم البرمجه لازم يفهم شو الخطوات تبع تعلم البرمجه عشان ما يحرف في ارض الجيران. يعني عندك 10 دنم تحرف 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 في الاخير بس تتعب بعد سنتين تكتشف انه مش هاي ارضك هاي ارضك. فالبرمجه لها اصول انك تتعلمها على اصولها، هذه كل الاصول لخصت لكم اياها بفيديو مدته 37 دقيقه فيه ملخص 24 سنه خبره بهذا المجال. لازم تاسس حالك صح بالبرمجه، بنصحكم ان تروحوا تحضروا هذا الفيديو واعتبروني اخوكم الكبير وهذا الموضوع لوجه الله بعد ما فكره عشان انه انت بايدك انك تنجح. بس بدك تعرف الطريق الصحيح للنجاح بتلاقي الفيديو على قناتي وانا راح احطه في الديسكربشن كمان تبع هذا الفيديو لينك له لتقدر تفهم شو يعني برمجه، كيف انا بدي اتعلمها، كم بتاخذ لي وقت اني اتعلم البرمجه. فكل التوفيق للجميع وما تخلي حدا يحطك.